ألف مبروك للمنتخب المغربي الفوز على المنتخب الجنوب إفريقي اللي هو منتخب قوي جدا في إفريقيا. هذه الحاجة اللي ما لازمش ننساوها. ريمونتادا بعدما كان متأخر المنتخب المغربي عاود رجع في المباراة. أعزائي المشاهدين، كان العديد من الانتقادات وخاصة في الوقت الحالي بزاف ناس ينتقدوا في حال لوزيتش، ومن حقهم لأنه كل واحد عنده حق إبداء الرأي تاعو. وحتى أنا كمحب لكرة القدم راح نشوف يعني أبرز لقطات هذه المباراة. رابط القناة تاع أنور برو موجود في الديسكريبشن بوكس. هذا يعني هذا اثنين وناحي وحارف يعني ما فهمتش علاش ما يبداوش في المباراة. انا نشوف باللي يعني عندهم مستوى يساعد بزاف البناء الهجومي ويساعد بزاف الهجوم. ياسين بنو تحياتي لك يا ياسين، يعني ياسين بنو رحيمي مدة طويلة ما شفتكش يا رحيمي اللي هو بطل الدوري الاماراتي. زين مشاهدين، المنتخب المغربي في ملعب الرباط، هنا في الرباط، تحيات سكان الرباط وين ما كانوا. المنتخب الجنوب الافريقي منتخب محترم جدا في افريقيا صراحه، يعني العزف تاع الانشده الوطنيه يعني على المباشر، اوركست حاضر في الميدان. المهم ندخلوا في قلب المباراه. المنتخب المغربي بالاحمر، كره اعزائي المشاهدين التوزيع الاولى عفوا اوكي. المنتخب الجنوب افريقيا بالاصفر كان المنتخب البرازيل. اوكي محاولة من البداية المغربية، التوزيع صعبة. اللولة نصيري هذا ولا تيسودالي ممتاز التوزيع والدفاعي الدخل. كرة صعبة يرجع الكرة، ممتاز تيسودالي. لا هنا كرة للمنتخب الأوبوبوبو. لقطة الهدف صراحة، لقطة الهدف كانت فيها هفوة دفاعية كلفت المنتخب المغربي هدف. شوف حكيمي يعني كان آخر مدافع في الحقيقة. حكيمي مش آخر مدافع، ولكن في اللقطة هذه هو اللي رجع مع اللاعب الجنوبي جنوب إفريقي عفوا أعزائي المشاهدين. السالة والكحة هذه أعطوني في الوصفة اللي نقدر نديرها تساعدني. هاي صعبة 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 يعني تسديدة صراحة ما عندهاش تفسير، ولكن توقع في كرة قدم لأنه كرة مثل هذه يعني في مباراة مثل هذه مباراة بارات من الحارس. شوف الارتقاء من صيرة والضربة بالرأس ممتازة، ولكن الحارس كان في المحل. تخلطت عليا بالسعلة باللقطة تاع نصيري على مرتين، ضيعوا الكثير من الفرص المدخل المغربي صراحة. ولازم ما نكروش ان اللاعب والحارس تاع المنتخب الجنوب افريقي متألق صراحة. فرص مثل هذه لا تضيع صراحة يعني. صعبة مرت بسلام. شوف الكرة هذه صراحة رأسية. شوف حارس المرمى تفوق. واو ممتازة الكرة، هايلة الوان تو. صراحة فرص كثيرة جدا ضيعها المدخل المغربي. سايس رومين واحد من اللاعبين اللي نشطوا بشكل كبير جدا في هذه المباراة. كرة الجنوب الافريقيين والدفاع يتدخل، تعود الكرة. شوف حكيمي السرعة والانطلاقة تاعو كالاسد، هايلة التوسيع ممتازة. تيسودالي صراحة يعني لاعب ما توفقش كثير في هذه المباراة. لو توفق سيسوزالي في هذه اللقطات هو ونصيري لكان المنتخب المغربي خارج في الشوط الأول فايز بثلاثة وأربعة أهداف. شوف التسديدة والحارس اللي راه موفق اليوم، راه في يوم حارس المرمى. هاي الكرة الواتو ممتازة حكيم. فسرولي هذه بالله عليكم، فسروها لي بالله عليكم. نصيري في يعني اوج المرحله تاع الانتقادات، يعني العديد من الناس راهم ينتقدوا فيه بسبب تضييعه للفرص الى اخره. صراحه الفرصه كيما هذه ضيعها ما تلعبش لصالحه، تلعب ضده صراحه. هاي التمريره ممتازه. ما عرفتش يعني علاش ما تمش التسديد في الكادر، ولكن يعني نحن هنا رانا نتفرجوا من بعيد الى اخره، الاجواء في ارضية الميدان تكون اصعب صدقوني. باب هنا ما نلوم لا حكيمي لا تيسودالي لا نصيري، هنا نقول باللي حارس المرمى راه في يومه.
حارس المرمى راه في احسن ايامه، الاداء تاعه في المباراه الاولى 10 على 10، محاولات كثيره للمنتخب المغربي ما توجتش بالهدف لانه حارس المرمى كان موفق. باختصار يعني ما نبقاوش نقولوا هذا وهذا وهذا وهذا. الجماهير حاضره، تحياتنا لكم، صراحه صور جميله جدا ورائعه. هاي كره مغربيه هنا، التوزيع عالي 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 عالي، ما فيش مسانده، ما كاش التسديدة وضربة جزاء هنا. سيد الحكم هنا لمسة يد واضحة وما كانتش يعني في جسمه، ما كانت ضربة جزاء واضحة. هذا كي نقول لكم أنا إفريقيا صعيب باش تلعب فيها، يعني التحكيم يلعب دور كبير بزاف في الصعوبة هذه. يعني تحكيم الكواليس كل شيء ممكن في إفريقيا هذه. شوف ظلم يعني، ضربة جزاء راحت ظلم، حذري مرابط، تسديدة إليك لمسة يد واضحة يا سيد الحكم، يعني لمسة يد واضحة. شوف شوف شوف، ها ها في يد واضحة، وضوح الشمس. ركلة جزاء يعني سلبت من المنتخب المغربي في هذه المباراة، وهذا يعني كما نقولوا كل شيء متوقع ومتوقع في إفريقيا. التوزيع عالي، هدف تعديل، أنصيري وأخيرا يسجل لكيوس كيت. العديد من الأشخاص اليوم يتكلموا يقولوا ما يسجلش إلى آخره، يعني هدف معنوي بشكل كبير للنصيري صراحة، يدخله في المعنويات تاعه ويعود رجاله الثقة تاعه. سايس ممتاز لاعب صراحة، بسم الله ما شاء الله عليه، دور قلب أسد سايس صراحة. حالي لوزيتش بطبيعة الحال يتابع، واحد من المدربين اللي كما نقولوا عنده الكثير من الجماهير اللي يطالبوا بالرحيل تاعه. كتبوا لي وش رايكم في المدرب حالي لوزيتش، يعني هو مدرب اللي طبيعة الحال عنده تاريخ ولكن يعني ممكن يدير اخطاء كما اي انسان كما اي مدرب. اكتبوا لي عن رايكم انتم في التعليقات. انا رايي نشوف حتى وان كان المنتخب المغربي يريد تغيير المدرب في المرحله هذه صعب جدا، لانه قبيل كاس العالم ما تقدرش تبدل، صعيب يعني لو بدلت يعني راح تقامر وما راحش تد. هاي لا 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 لا، حسن حظهم انا مرت بسلام. برقوق والدفاع. المنتخب المغربي في الشوط الثاني دخل يسعى لكي يسجل، ولكن كي نقول هذا الكلام يعني حتى في الشوط الاول كان المنتخب المغربي يسعى للتسجيل وضيعوا الكثير من الفرص. هاي كره صعبه 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 صعبه، والدفاع تعود الكره المنتخب المغربي، توزيع ممتاز والدفاع. وناحي شوف الدخول تاع وناحي يعني ينشط، هاو بنعطيه الحاضر مع الجماهير. دخول تاع وناحي ينشط طبيعه الحال. هيلا هيلا هيلا، كره تنصيري صراحه. الاسيست من سايس رومين بالراس، هذه الكرة مرت بسلام، تسديدة ولكنها مرت. العديد من المحاولات قلت لكم، العديد من المحاولات. كرة أنا من حكيم التوزيع، مرت على الكل، توزيع عالي عالي عالي. الدفاع يتدخل هنا والإصابة تاع المدافع صراحة كانت إصابة تبان خطيرة والله أعلم. تصير الاحتفالية تاعه بطبيعة الحال. ها المنتخب المغربي اللي أقل 17 سنة اللي تأهلوا لكأس العالم، كرة ممتازة هنا للمنتخب الجنوب الافريقي ورومين سايس قلب الاسد. هاي الضربة حرة، توزيع من امين حارث ومرت صراحة، دخول امين حارث وناحي زاد نشاط كبير بزاف للهجوم والبناء تاع الهجوم والهجمات للمنتخب المغربي. توزيع ممتاز والهدف الكعبي، ايوب الكعبي هدف جميل جدا، هدف صاروخي من ايوب الكعبي بعد مجهود كبير جدا. شوف الكرة والتوزيع بوم داخل الشباك، ما عندوش فرصة حارس المرمى في اللحظات الأخيرة يحسمها. الريمونتادا أعزائي المشاهدين، الريمونتادا أعزائي المشاهدين، هذه هي بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين. مبروك المنتخب المغربي لأنه التصفيات هذو لازم تربح في المباراة، هو أهم شيء، ما يهمش يعني أمور أخرى، لازم تربح في المباراة، يبقى الأداء إلى آخره. نشوف باللي فرص كثيرة للمنتخب المغربي كانت ولكن ما كانش هناك ترجمة نظرا لتألق حارس المرمى ولنقص التوفيق، يعني نشوف باللي هذا هو الخلل، وكان لازم يدخل امين حارث وناحي حسب رايي انا من البدايه. يعني كل واحد عنده رايه، وشرفوني بارائكم في التعليقات. اشكركم، نلتقي في فيديو القادم ان شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.